بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم محدثكم دكتور مروان صالح لنتابع معا أحداث مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي والصيد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول بالكرة الطايرة سيدات الممتاز ألف. وادي امام حضراتكم، ادي الملعب، وادي كابتنين كبار، كابتن ابراهيم فخر الدين مدير فني النادي الاهلي، والكابتن الدكتور ماجد مصطفى امام حضراتكم، برضه لاعب النادي الاهلي وكان مدرب النادي الاهلي السابق ومدرب نادي الصيد. هيبقى على ايدك اليمين نادي الصيد وعلى ايدك اليسار فرقه النادي الاهلي بزيها الاحمر المعتاد، مع اللاعبات اي اللاعبات رقم 20 دعاء محمد، رقم 20 دعاء محمد، ورقم 4 دعاء الغباشي، رقم 17 آية خالد، رقم هنقول لحضراتكم تانيا بوكان دي المحترفة مركز 3، مركز 4 هي رقم 3، وأوريليا تومبو بتلعب في مركز 2 فرنسية، وتيتانيا بوكان دي مركز 4، دي من مونتينيجرو ودي محترفه في صفوف النادي الاهلي. ادي فريق النادي الاهلي، ومي غزال رقم 14 امام حضراتكم، والاهلي جاهز. وادي فريق نادي الصيد على ايدك اليمين بزيه الازرق، وادي فريق نادي الصيد اهو بيبدا البدايه او الشوط الاول، وادي النادي الاهلي على ايدك اليسار. يحكم هذا اللقاء كابتن منى مكاوي الحكم الدولي ومعاونة لها في المهام في المحكم الثاني سهام عاصم. ده ثواني ونبدأ هذا اللقاء مع حضراتكم، والأمنيات الطيبة للنادي الأهلي. الأهلي متصدر مجموعته بفوزه في الجولات السابقة 6 لقاءات، 18 نقطة وفوز 6 مرات. وادي فريق النادي الاهلي، وفي المركز الثاني وادي دجله، المركز الثالث الشمس، المركز الرابع الصيد، لعب 4 مباريات، الصيد متاجل له مباراتين لان كان في عنده لاعبات بتلعب في بطوله العالم للكره الشاطئيه في بدايه الموسم في تايلاند. عنده 10 نقاط وفاضل له ماتشين مؤجلين. ارسال من نادي الصيد، استقبال نادي الاهلي، وضربه ساحقه من النادي الاهلي، والنقطه الاولى من تيتانيا بوكان المحترفه من مونتينيجرو تيجي في حائط الصد الصيد وتبقى خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي وبدايه موفقه في الشوط الاول. وعلى الارسال رقم 20 لاعبه النادي الاهلي دعاء محمد معد الفريق، ارسال من اعلى، استقبال اعداد نادي الصيد، وضربه ساحقه وحائط صد مره ثانيه نادي الصيد، طبعا اكيد ليه باع، حائط صد متميز من مي غزال ومن اللاعبه المحترفه اوروليو تومبو رقم 5 فرنسيه، وبيجيب النقطه الثانيه هي ومي غزال في حائط الصد الزوجي امام حضراتكم. 2 الاهلي لا شيء الصيد. هنقول لحضراتكم برضو اسماء لاعبات نادي الصيد، وهنقول لك جهاز نادي الصيد وجهاز نادي الاهلي واسماء لاعبات حائط، لا يا راجل، يا تيجي في الشبكه وتبقى نقطه لنادي الصيد. وينتقل الارسال الى نادي الصيد، 1 الصيد الاهلي 2 امام حضراتكم، رقم 10 من نادي الصيد ندى وليد. هنبقى عندنا 2 ندى وليد، ندى وليد بتاعه النادي الاهلي ليبرو رقم 2، ودي ندى وليد رقم 10، ودي بمركز 3 من نادي الصيد. ضربه ساحقه خارج الملعب من تيتانيا بوكان، كابتن منى مكاوي بتشاور عليها خارج الملعب، والنقطه الثانيه والتعادل 2 الصيد 2 الاهلي امام حضراتكم. الصيد انا قلت لحضراتكم له باع فني في ممتاز انيسات، وكان بينافس مع الاهلي السنين اللي فاتت على المراكز الاولى وعلى الدوري وعلى الكاس. دعاء، ضربه ساحقه من اوروليو، ومحاوله من نادي الصيد مره ثانيه، ونقطه للنادي الصيد النقطه الثالثه. لا نوقف البلوكات بقى، نوقف البلوكات ونخلي بالنا من التغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضارب عشان ما نضيعش النقاط السهله. ارسال رقم 10 ندى وليد نادي الصيد، استقبال النادي الاهلي،
استقبال ندى وليد النادي الاهلي رقم 2 الليبرو، ومحاوله من تاتانيا بوكان مره ثانيه اعداد خلفي النادي الصيد خارج الملعب. نخلي بالنا من حوائط الصد، نخلي بالنا من حوائط الصد، والنقطه الرابعه لنادي الصيد. 4 الصيد 2 الاهلي، ما زالت ندى وليد الصيد على الارسال. تيجي في الشبكه، محدش احسن من حد. نقطه للنادي الاهلي، وانتقل الارسال الى النادي الاهلي. تيتانيا بوكان، المباراه دي مؤجله اللي لسه جاي قدام شاشات قناه النادي الاهلي من الجوله الاولى. طبعا فريق الصيد فريق بينافس على برضو على الدوري وعلى الكاس مع النادي الاهلي، وفرقه قويه، والاهلي طبعا بخبراته وبقوته بمحترفينه بلاعباته بيعتبر طبعا من افضل الانديه الموجوده في الكره الطايره في مصر وفي افريقيا. لا، فور باس، فور باس الكره دي، فور باس، واتخزننا فيها واستهترنا، والنقطه راحت لنادي الصيد. النقطه الخامسه، 5 الصيد 3 النادي الاهلي. نخلي بالنا من الاخطاء السهله، ودايما في المنطقه الهجوميه وعلى الشبكه. استقبال وضربه ساحقه ومحاوله مره ثانيه، ده برضه تاخير من اللعب للاعداد، يعني الاستقبال بتاع الارسال او استقبال الضرب الساحق ده اللي بيقولنا بيبني عليه جمله هجوميه بتبقى ناجحه. لكن الاستقبال وحش، هيبص اهو ده استقبال وحش من الارسال، فما بيأديش الغرض منه، بيضيع نقطه. ونشوف النقطه دي، 7 الصيد 3 النادي الاهلي. يلا يلا يا بنات، كلها اخطاء سهله وهتبقى ان شاء الله نقطه. هي مي غزال بتجيب نقطه، 4 الاهلي 7 الصيد. والارسال مع النادي الاهلي، كابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني للنادي الاهلي بيعاونوا محمود الوزير مدرب عام، ومعاه محمد حسن ديمتري اخصائي تقني، ودكتوره هدير وحيد طبيب، وكابتن ايهاب عبد المنعم مدير الفريق، سيد ابراهيم اداري، وياسمين محمد اخصائي العلاج الطبيعي. ارسال بتيجي في الشبكه وتنزل ملعب نادي الصيد. الكابتن الخطيب حاضر هذا اللقاء، اهو اهو كابتن الخطيب جاي، هو كابتن محمد الغزاوي، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمد غزاوي عضو مجلس الاداره جاي يتفرج على اللقاء في كل الظروف وفي كل الحاجات اللي هو فيه، جاي يدعم فرقه النادي الاهلي. حاجه جميله وحاجه كويسه ان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يكون موجود في الماتش ده، يدي دفعه معنويه ودفعه نفسيه كبيره للاعبات. اهو بدانا اهو، يلا يا اولاد. ضربه ساحقه ومحاوله مره، متهيألي دي من اطول الكرات اللي كانت في الشوط الاول، حائط صد. يلا يا ايه، يلا يا قلم، معلش نعوض. يلا 8 الصيد 5 النادي الاهلي. دائما اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب الاسطوره دائما في ووراء الفرق الجماعيه والفرديه وفريقه الكوره للحصول على البطولات والانجازات، وبيبقى دايما بإعطاء قوة دفع معنوية كبيرة لكل فرق النادي المختلف. خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، والنقطة الستة الأهلي 6 8 الصيد. والكابتن إبراهيم فخر الدين بيشاور على بعض الأخطاء مع اللاعبات، أهو كورة معادة وخارج الملعب من نادي الصيد. وأدي رقم 5 على الإرسال، روليو تومبو، إرسال من أعلى، استقبال، اعداد خلفي، وضربه ساحقه ومحاوله من تومبو، ولكن الكوره خارج الملعب. النقطه التاسعه، نخلي بالنا من دايما الكرات المنطقه الخلفيه. الارسال مع نادي الصيد، 9 الاهلي 9 الصيد 6 الاهلي، خارج الملعب الصيد، ونقطه للنادي الاهلي. الاهلي 7 والصيد 9. الارسال مع النادي الاهلي، الارسال من اعلى، واستقبال من نادي الصيد، ومحاوله مره ثانيه من لاعبات نادي الصيد، وخدوا النقطه دي، النقطه العشرة 10
نعتذر عن بعض الاطال او نقل الصوره، اكيد في حاجه. ارسال من اعلى رقم 13 لاعبه نادي الصيد رانيا، واعداد من دعاء محمد. يا ولد يا دعاء، بتجيب كده نقطه من لعيبه معد. المعد بقى ليه حاجات فنيه كده بيلعبها، بدل ما يلعبها للضارب لا بيلعبها في ملعب المنافس ويجيب منها النقطه رقم 8. تجيب دعاء النقطه رقم 8. ايه خالد على الارسال، ايه على الارسال رقم 17. ايه تلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال النادي الصيد، ويا برافو مي غزال، تسلم ايدك يا مي، طالعه لوحدها وعامله حائط صد للكوره وجابت نقطه النقطه رقم 9، والفارق اصبح نقطه واحده. اهو امام حضراتكم كابتن محمود الخطيب جاي يشجع فرقه سيدات الكره الطايره في الممتاز الف بتلعب مع نادي الصيد. اكيد طبعا هو دايما بيتابع فرق النادي كلها، وعشان عشان يديهم دفعه معنويه كبيره. وادي ضربه ساحقه من تتانيا بوكان، ونقطه التعادل 10 10 10 10 10 الاهلي 10 الصيد. والارسال مع النادي الاهلي، ايا خالد كلاكيت تالت مره، ارسال من اعلى، ايا خالد منتظره صافره الحكم الدولي منى مكاوي. ارسال من اعلى، استقبال كده من الصيد واعداد وضربه ساحقه ومحاوله من ايا، ولكن بتيجي بعيدة عن أي حد. يا جماعة نخلي بالنا دايما من استقبال الكرة الأولى من الإرسال والضربة الساحقة، الكرة الأولى من الضربة الساحقة دايما نخلي بالنا وناخد خطواتنا صح، وإن شاء الله هيكون الفوز حلف لاعبات النادي الأهلي بإذن الله. مرة تانية تانية بوكان، وبتلعب برضه كرة سهلة مي غزال، ضرب سريع من مركز ثلاثة ومحاولة مرة تانية، وتومبو خارج الملعب يا تومبو، اوروليا تومبو الفرنسيه المحترفه بتيجي في ايديها وتبقى خارج الملعب، والنقطه ال 12 والفارق رجع نقطتين تاني. يا جماعه نلعب نلعب ونخلي بالنا، فرقه الصيد من الفرق القويه، لازم حائط صد، لازم يبقى في تغطيه على حائط الصد. النقطه 13، نخلي بالنا من الضرب الساحق وحاط الصد والتغطيه عليه، اهي طالعه تضرب، لازم يكون في حد مغطي وراها، لان اللاعبه رقم 7 جانا محمود لعبت الكره وجابت منها نقطه مباشره. دعاء بتلعب لمي غزال وبتضرب ضرب سريع من مركز ثلاثه، ومحاوله مره ثانيه من حاط الصد الزوج الاهلاوي، ومره ثالثه وخطا على لاعبات نادي الصيد، كوره مزدوجه، شاوره الحكم منى مكاوي اهي على الكرة اللي فاتت، ونقطة للنادي الأهلي، والنقطة 11 الأهلي 13 الصيد. ودعاء محمد رقم 20 على الإرسال، دعاء معد الفريق بتلعب إرسال من أعلى، استقبال مرة تانية، إعداد ومحاولة. أيوة كده يا ندى، هو ده اللي إحنا بنقول عليه، التغطية على حائط الصد، في خطأ هنا، كرة دبل بعد ما طلعت من ندى في اللي جاي يعد الكرة أو يلعبها لعبتها دبل. الارسال مع نادي الصيد 14 الصيد 11 النادي الاهلي، يلا نحاول ونوقف الارسال. ادي الجماهير بتاعت النادي الاهلي اللي هي منهم اولاء امور لاعبات النادي الاهلي بينادوا على بناتهم، ومحاوله مره ثانيه ونعدي الكوره، برافو كده، ما ناخدش فور باس، وحائط صد كده من تتانيا بوكان ومي غزال. كابتن ابراهيم ابراهيم فخر الدين لازم يكون له راي، أو يا إما ياخد وقت مستقطع، أو إذا كان هيغير في بعض اللاعبات، وهنشوف دلوقتي هذا الكلام. 15 الصيد 11 الأهلي، والإرسال مع نادي الصيد رقم 10 ندى وليد، ما زالت مستمرة على الإرسال، استقبال النادي الأهلي، دعاء على الإرسال وضربة ساحقة تتانيا بوكان خارج الملعب، هو فيها شك إنها تاتش، ولكن منى مكاوي ومعاها سهام عاصم خدوا القرار، اهي طالعه فيها، ممكن يكون فيها تاتش، وقت مستقطع طلبوا اكيد الكابتن ابراهيم فخر الدين، لسه كنت بقول لحضراتكم، والنتيجه فارق 5 نقاط
ووقت المستقطع ده اصبح بقى 2 لكل مدير فني. ادي امام حضراتكم كابتن محمود الخطيب الاسطوره جاي يشجع لاعبات النادي الاهلي، وبجواره الكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس اداره. والارسال مع نادي الصيد 16 الصيد 11 الاهلي مع رقم 10 ندى وليد، ما زالت على الارسال. ارسال من اعلى واستقبال ودعاء، بتلعب الكره ولكن مي غزال لعبت الكره على مرتين، مره بايديها اليمين ومره جت على ايديها الشمال فاحتسبت فور باص. والارسال مع نادي الصيد 17 الصيد 11 النادي الاهلي. يلا نوقف الارسال، نوقف الارسال ده، يلا يا بنات استقبال اعداد ومحاوله لكره تعدي ملعب الصيد، وضربه ساحقه من تاتانيا. فين يا تاتانيا من زمان؟ نقطه للنادي الاهلي، النقطه 12، وضربه ساحقه من لا تصد ولا ترد. تسلم ايديك يا تاتانيا، وادي اهي طالعه اهي، وضربه ضربه قويه لا تصد ولا ترد، ولعبها في منطقه فاضيه وتجيب النقطه 12 وراح على الارسال. ارسال من اعلى تاتانيا بوكان رقم 3، ارسال من اعلى استقبال نادي الصيد ومحاوله نكسر. ايوه كده ايوه كده، نقطه غزال ودعاء محمد دعاء الغباشي رقم 4، والنقطه رقم 13. وقت مستقطع طلبه الكابتن ماجد مصطفى او دكتور ماجد مصطفى المدير الفني لنادي الصيد. وادي امام حضراتكم نادي الاهلي بقياده الفنيه كابتن ابراهيم فخر الدين ومعاه محمود الوزير المدرب العام، وكل التوفيق للجهاز الفني ولاعبات النادي الاهلي في الجوله السابعه، وهو متصدر المجموعه الاولى برصيد 18 نقطه في هذه المجموعه في الدوري الممتاز الف سيدات للموسم 2023-2024. تاتانيا ابو كان على الارسال، هتلعب ارسال من اعلى، يلا عايزين بقى ايس كده ونقطه، ايس ونقطه، يلا يلا نادي الصيد. استقبال ومحاوله زي ما قلت لحضراتكم، نقطه نقطه للنادي الاهلي ما كملتش من لاعبات نادي الصيد. هي جت في وهي طلعت شوط رقم 15 لعيبه نادي الصيد اسراء بهنسي، وما يعني ما طلعتش في التوقيت المناسب، ونقطه للنادي الاهلي 14 الاهلي 17. وحائط صد قوي مي غزال وتومبو الفرنسيه المحترفه، يلا يا ندى برافو. واعداد وضربه ساحقه ومحاوله من النادي الاهلي للسيطره على هذا اللقاء واخذ نقطه، ولكن الصيد له كلمه اخرى، وجاء وضربه ساحقه من مركز 4 وبتجيب النقطه رقم اهي طالعه اهي طالعه رقم 5 من نادي الصيد ندى حمدي، وبتجيب النقطه 18 وفارق النقاط 4 نقاط لصالح نادي الصيد، 18 الصيد 14 الاهلي. والارسال مع النادي الصيد استقبال تاتانيا اعداد دعاء ضربه ساحقه قويه، يلا يا تومبو بقى يلا يا تومبو. 15 الاهلي 18 الصيد اهي طالعه واعداد خلفي من دعاء محمد، وضربه ساحقه قويه من اوروليا تومبو الفرنسيه المحترفه، وبتجيب النقطه 15. مي غزال على الارسال رقم 14، يلا يا مي. امام حضراتكم هم كابتن محمود فرج وكابتن نبيل عطيه موجودين برضه بيأزروا لاعبات النادي الاهلي، ونقطه وارسال للنادي الاهلي ايس، والنقطه 16، وتقلص الفارق الى نقطتين 16 الاهلي 18 الصيد. والارسال مع مي غزال، يلا يا غزال، ونقطه كده في اعتراض من الكابتن ماجد مصطفى ولاعبات النادي الصيد ان الكره خارج الملعب اللي فاتت، في شك فيها يعني. ارسال مع مي غزال، والقرار للاعبات كابتن احمد مصطفى خد وقت مستقطع اهو، والنتيجه 16 الاهلي 18 نادي الصيد.
في مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي امام شاشات قناه النادي الاهلي. مباراه كره الطايره في الدوري الممتاز الف انيسات في الدور او في ختام الدور الاول، دي مباراه مؤجله من الجوله الاولى، والنتيجه 16 الاهلي 18 الصيد، والاهلي متصدر مجموعته برصيد 18 نقطه. كل توفيق للاعبات النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي بقياده الفنيه كابتن ابراهيم فخر الدين. طبعا النادي الاهلي اسم كبير في عالم الكره الطايره في مصر وفي افريقيا، وحائز بطولات كتير جدا، يعني توصل ل 50 60 كده بطوله، 73 بطوله اهو، الاكثر تتويجا النادي الاهلي للكره الطايره للسيدات. نقطه للنادي الاهلي، نقطة من آية خالد، والنقطة 17 وفارق نقطة اهو، وطالعة تومبو اهي بتعد آية خالد لتومبو وبتجيب النقطة 17، يتقلص الفارق إلى نقطة وحيدة لصالح نادي الصيد. الإرسال مع النادي الأهلي، مي غزال على الإرسال وما زالت على الإرسال مي، استقبال من أعلى، إعداد ومحاولة لتعدية الكرة، وفعلا المحاولة دعاء، يلا دعاء الغباشي رقم 4 بتعدي، ودعاء محمد بتعد وخارج الملعب، ونقطة التعادل، نقطة التعادل 18 18. يلا بقى نفرق، يلا وناخد الجيم ده لصالحنا عشان يبقى دفعة معنوية للشوط اللي جاي. أمام حضراتكم بيشاهد هذا اللقاء الأسطورة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وبجواره كابتن محمد غزاوي عضو مجلس الإدارة، و على يمينه الكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. ويتقدم النادي الاهلي 19 والصيد 18 اهو، اهو تقدم النادي الاهلي اهو، طلعت ايه خالد سريع من مركز 3 وجابت نقطه التقدم. ارسال مي غزال من اعلى، استقبال الصيد، اعداد وضربه ساحقه ومحاوله، نخلي بالنا من نفس اللعبه بتتكرر، وحائط صد مره ثانيه النادي الاهلي، عدي يا مي، تعدي الكرة، دعاء محمد، وإرسال مرة تانية وخارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، والأهلي فرق نقطتين 20 الأهلي 18 الصيد. ركزنا شوية ولعبنا وخلينا بالنا من أخطاء حائط الصد والضارب والتغطية، بكده عدينا فارق نقطتين والأهلي 20 وادي 18 الصيد. بي غزال بتلعب إرسال قوي، إرسالها قوي جدا، ومرة تانية إعداد نفس اللعبة ومحاولة مرة تانية من دعاء الغباشي، وإرسال وحائط صد ناجح، كده بيجيب النقطة 21، النقطة 21 للنادي الأهلي. آية خالد وتومبو، أوروليا تومبو المحترفة من الفرنسية، وبيجيب النقطة 21. أنا قلت لحضراتكم هم تعادلوا وهيفرقوا، وفرقوا فعلا، ثلاث نقاط فارق لصالح النادي الأهلي، 21 18. ارسال من اعلى قوي، وقلت لحضراتكم مي غزال بتلعب ارسال قوي مره ثانيه، واستقبال دعاء محمد، واعداد وتومبو، وتلعب ومحاوله للدفاع عن الضارب مره ثانيه، والكره هتعدي ايه، ونخلي بالنا، وخطا، خطا من لاعبات النادي الاهلي، عدت الكره او ايديها عدت الشبكه، بنسميها تقدم، خطأ على لاعبات النادي الاهلي، ورايحه دعاء الغباشي بتتكلم مع الحكم الاول كابتن منى مكاوي، وادي الارسال مع رقم 5 ندى حمدي من نادي الصيد. ارسال من ندى، ارسال من ندى من اعلى خارج الملعب، والنقطه 22 لصالح النادي الاهلي، 22 الاهلي 19 الصيد، فارق 3 نقاط، فرقنا اهو، فرقنا بعد ما كنا فارق كان لصالح نادي الصيد. تومبو، اوروليا تومبو رقم 5، ارسال من اعلى مع الوزن، الارسال ده قوي جدا، استقبال عندهم هم نادي الصيد عنده مهاره كويسه في استقبال الاستقبال الكره الاولى من الارسال، وبيعد جمله كويسه وجاب نقطه لصالح نادي الصيد، النقطه 20 لصالح نادي الصيد، 22 النادي الاهلي متقدم بفارق نقطتين. 15 على الارسال لعيبه نادي الصين، اسراء بهنسي بتلعب ارسال من اعلى، استقبال دعاء، ضربه ساحقه من ايه، ترد مره ثانيه، واعداد، وتتانيا ابو كان بتطلع وتضرب من مركز 3 خلفي مره ثانيه،
دفاع عن الملعب من تومبو، محاولة يا خالد، وانا عدي الكرة وعدت من تيتانيا بوكان مرة تانية، حائط صد ناجح من لاعبات النادي الاهلي من مركز اربعة، وبنجيب النقطة 23 23 للاهلي 20 الصيد. الشوط الاول مباراة الكرة الطايرة، لو حضرتك لسه جاي امام شاشات قناة النادي الاهلي للدوري الممتاز انيسات، وتقدم النادي الاهلي 23 20، ودعاء الغباشي على الارسال رقم اربعة، دعاء على الارسال، بتلعب ارسال من اعلى، استقبال للصيد، اعداد، حائط صد من النادي الاهلي، وبتجيب النقطة 24. يا خالد ودعاء محمد، والنقطة 24 ونقطة، وينتهي هذا الجيم لصالح النادي الاهلي. قلت لحضراتكم هم صححنا الاخطاء وصححنا كل اللي كان في حاجات كده، حاجات صغيره هفوات، لكن اتصححت والحمد لله، و24 20 ونقطه، وينتهي هذا اللقاء، هذا الشوط لصالح النادي، اللاعبات النادي الاهلي للكره الطايره الممتاز انسات، وحائط صد والنقطه، لسه بقول لحضراتكم، والنقطه 25 للنادي الاهلي، وينتهي الشوط الاول لصالح النادي الاهلي 25 20. وفاصل ونعود لحضراتكم مرة تانية. مع حضراتكم مرة تانية من صالة الشهداء بفرع النادي الأهلي بالجزيرة، نتابع معا مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي اللي على إيدك اليمين بزيه الأحمر، ونادي الصيد بزيه الأزرق، في مباراة المؤجلة من الأسبوع الأول أو الجولة الأولى للدور الأول للموسم 2023-2024. والاهلي متصدر مجموعته ب 18 نقطه، وهذا هو اللقاء، والاهلي فائز في الشوط الاول 25 20، وتعادل الاهلي 18 18 في الشوط الاول، وقدر يتقدم 20، بعد كده 23، بعد كده 24، بعد كده 25 20، والنتيجه تقدم النادي الاهلي 1 لا شيء. وبنقول لحضراتكم ان يشاهد هذا اللقاء اللي لسه جاي امام شاشات قناه النادي الاهلي الكره الطايره، يشاهد هذا اللقاء الكابتن محمود الخطيب الاسطوره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لدعم وتدعيم واعطاء قوه معنويه للاعبات النادي الاهلي، ومعاه كابتن محمد غزاوي عضو مجلس اداره، وكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي. والاهلي متقدم في الشوط الثاني 1، ومي غزال على الارسال، استقبال مره ثانيه من نادي الصيد، واعداد، ولا يا تومبو، لا يا تومبو، تومبو لعيبه النادي الاهلي الفرنسيه، لازم ناخد الوضع الصح عشان نتاكد ان الكوره بتاعتنا هتمشي صح. 1-1 التعادل، الاهلي 1 الصيد 1، ولاعيبه رقم 10 على الارسال ندى وليد من نادي الصيد، وقلنا في اثنين ندى وليد، الاهلي في ندى وليد الليبرو رقم 2، وارسال من ندى، استقبال دعاء، واعداد من دعاء برضه، ومحاوله لتعديه الكوره، اعداد خلف الصيد، ودفاع على الملعب، وهنا في لمس شبكه من لاعبات النادي الاهلي. والنقطه الثانيه لنادي الصيد، 2 الصيد 1 سهام عاصم، شاورت عليها في شبكه على تيتانيا بوكان رقم 3. والارسال مع نادي الصيد، ارسال من اعلى، استقبال دعاء، واعداد دعاء برضه، ومحاوله من ايه كانت، ونقطه كده، نقطه التعادل 2-2. احنا عندنا 2 دعاء في الملعب، نخلي بالنا، دعاء محمد معده الفريق رقم 20، ودعاء الغباشي رقم 4 اللي بتلعب في مركز 4، يعني هي 4 وبتلعب في مركز 4 اربعات. دعاء الغباشي على الارسال، ارسال من اعلى، ونقطه كده، اسم من دعاء، والنقطه رقم 3، دعاء محمد رايحة على الإرسال أهي، رقم 20 معد الفريق، جابت نقطة مباشرة، النقطة اللي فاتت دي لصالح النادي الأهلي، وتقدم النادي الأهلي 3-2 الصيد، إرسال من أعلى، استقبال الصيد، إعداد، ومحاولة مرة تانية، وحاطط الصد أهو أمام حضراتكم آية، وتيتانيا بوكان مرة تانية، تيتانيا طالعة وبتضرب كده، ودفاع من نادي الصيد، وحاطط صد ناجح، ولكن ما جابش النقطة المرجوة، مرة تانية حائط صد اهو زوجي من آية خالد، وتومبو رقم 5 الفرنسية المحترفة، ونقطة للنادي الأهلي، نقطة التقدم 4 الأهلي 2 الصين. أمام حضراتكم اهو طالعين، جت في الشبكة، هي كانت خطأ،
ارسال مع دعاء محمد رقم 20 من معده الاهلي، استقبال الصيد 9 الليبرو نادي الصيد حبيبه محمد، وتيجي منها نقطه لصالح نادي الصيد. 3 الصيد 4 النادي الاهلي، اهي طالعه لعبتها وجت نقطه. استقبال تتانيا اعداد وضربه ساحقه من ايه خالد، وبتجيب النقطه الخامسه للنادي الاهلي. ايه لما بتلعب سريع من مركز 3 بتجيب نقطه قويه. والارسال مع تتانيا بوكان رقم 3، ارسال من اعلى المحترفه من في صفوف النادي الاهلي لاعبه مونتينيجرو، وتجيب ايس نقطه، نقطه مباشره والنقطه السادسه دبل سكور للنادي الاهلي. يلا كده بقى، يلا كده نلعب ونشوف الحلويات. تتانيا بوكان رقم 3 على الارسال، بتلعب من اعلى، استقبال الصيد اعداد، وهناك ضرب ساحق وحائط صد قوي. انا قلت لحضراتكم في حائط صد من تومبو وايا خالد، ومحاوله مره تانية من تومبو بتشوط اهي من مركز 2، ودفاع عن الملعب دعاء محمد، وبتلعب ايا وبتلعب الكوره، ولكن خطا على آية خالد في شبكة. في اعتراض كده من لاعبات النادي الأهلي، كابتن الفريق مدى وليد رايحة، هي بتقول إنها شايفة الكورة. والنقطة الرابعة نادي الصيد 4 الصيد، هي تقريبا آية خالد وهي طالعة تضرب. ارسال من نادي الصيد رقم 5 على الارسال ندى حمدي، تلعب ارسال من اعلى، استقبال تتانيا اعداد وتومبو، يا تومبو يا تومبو، وتجيب النقطه رول يا تومبو رقم 5، النقطه 7 للنادي الاهلي، 7 الاهلي 4 الصيد. ورايحه على الارسال ايه يا خالد، نستمر على هذا الفارق ولحد ما نفوز بالشوط الثاني، يبقى فاضل الشوط الثالث ونفوز بالمباراه. آية خالد بتلعب إرسال قوي من أعلى، استقبال النادي الصيد، ومرة تانية ومحاولة وحائط صد قوي، مي غزال وتومبو، روليا تومبو ومي غزال، حائط صد زوجي كده من فولاذ، حائط صد فولاذي بيجيب النقطة الثامنة للنادي الأهلي. أهي طالعين الاتنين أهم، والكرة ردت ونزلت ملعب نادي الصيد. آية خالد على الإرسال، إرسال خارج الملعب يا آية، بالراحة واحنا بنلعب ارسال نخلي بالنا. 5 نادي الصيد 8 النادي الاهلي، الشوط الثاني مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الاهلي ونادي الصيد في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى في الدور الأول للموسم 2023/24 للكرة الطايرة للسيدات الممتاز ألف، والأهلي متقدم في الشوط الأول 25-20. وادي النقطة التاسعة كده من مي غزالة أهو، مفيش حد أحسن من حد، ماي غزال بتشوط، تانيا بوكان بتشوط، تومبو بتشوط، ايا خالد بتشوط، كله بيشوط وكله بيلعب وبيجيب نقاط. نقطة اهي، النقطة التاسعة للنادي الأهلي، 9 الأهلي، 5 تومبو على الإرسال، أوريو تومبو لاعبة الفرنسية المحترفة، إرسال من أعلى استقبال، مرة تانية ندى وليد، دعاء وضرب ساحقة من ماي غزال أو من دعاء الغباشي رقم 4، وبتجيب النقطة العاشرة. دعاء الغباشي طبعا رقم 4، دي بتلعب في مركز 4 اهي، طالعة وضربة، ضربة قوية جاية قبل خط النهاية بسنتيمترات. والإرسال مع النادي الأهلي، أهلي البطولات، أهلي الإنجازات، 10 الأهلي 5 الصيد، وقت مستقطع طلبه كابتن الدكتور ماجد مصطفى المدير الفني لنادي الصيد، وطبعا تعليماته وتعليمات الكابتن ابراهيم فخر الدين امام حضراتكم مع فرقته، بيحاول يكلم ندى اللي هي الليبرو، خلي بالك من الضربات الساحقه والارسالات، هي بتكلم تومبو بترجم لها، بتكلم تومبو روليا تومبو وترجم لها تعمل ايه. 10 الاهلي 5 الصيد، والارسال مع روليا تومبو، انها ممكن تكون كابتن ابراهيم يقول لها غيري الارسال في اتجاه تاني او حاجه زي كده. اوروليا تومبو وبتلعب الارسال خارج الملعب يا اوروليا،
نقطة لنادي الصيد والنقطة الثابتة 13 على الإرسال من نادي الصيد. رانيا خالد معد الفريق. إرسال من أعلى، استقبال مي غزال وضربة ساحقة من دعاء وبتشاور خطي عليا، تقول لهم غطوا عليا بإيديها كده. نقطة كده يا جماعة، ليه؟ ليه؟ ما أنا عدي الملعب. كابتن إبراهيم فخر الدين سمعته بيقول إيه؟ ليه 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 ليه؟ يعني كرة كانت سهلة، كانت ممكن تعدي. إرسال النادي الصيد 7 الصيد الأهلي 10. استقبال النادي الأهلي تيتانيا وإعداد وضربة ساحقة كده ممتازة من مي غزال، يا غزال يا غزال، من مركز 3 وتجيب سريع. نقطة 11 دعاء الغباشي رقم 4 على الإرسال. يلا يا دعاء، إرسال من أعلى، استقبال نادي الصيد 13 إعداد، محاولة من رقم 3 سما عماد، ولكن فور باس والكورة بترجع لملعب نادي الصيد، والنقطة 12 للنادي الأهلي. 12 الأهلي 7 الصيد، 5 نقاط لصالح النادي الأهلي فارق. فرق السكور زاد أهو، وعدينا وإن شاء الله نعدي وناخد الشوط الثاني. استقبال طبعا الاستقبال كان ما كانش حلو. إعداد مرة تانية من النادي الأهلي ودعاء، ضربة ساحقة كده من إعداد خلفي من دعاء محمد، وبيجيب النقطة 13 مي غزال من مركز 2. إعداد خلفي من دعاء محمد اللي هي معد الفريق. على إرسال دعاء الغباشي رقم 4، 13 الأهلي 7 الصيد، استقبال إعداد كده وعايزة تعدي الكرة، ومحاولة من تتانيا بوكان ودعاء طالعة، وتتانيا بتلعب حائط صد خارج الملعب، ضربة ساحقة قوية. ايه بص، تتانيا بتهزر مع دعاء كده وبتحتفل بالنقطة، تقول لها كده صح وكده حلوة، ونجيب نقطة تانية وتالتة ورابعة. 14 الأهلي 7 الصيد، ما عدتش الشبكة وخطأ على النادي الأهلي. نقطة لنادي الصيد 8، 8 الصيد 14 النادي الأهلي. إرسال من أعلى، استقبال نادي الأهلي تتانيا، إعداد دعاء تتانيا وطلع وضربة، محاولة تانية للدفاع عن الملعب، ضرب خلفي من دعاء الغباشي، وكده الكرة سجال ما بين الفريقين، لازم نغطي على حائط الصد. برافو، وندى وليد وضربت وشالت يا ولد. مرة تانية اهي طلع تومبو، وبتلعب دعاء الغباشي وبتلعب تتانيا بوكان مرة تانية من مركز 4 وحائط صد. تاتش ومحاولة مرة تانية من ندى وليد، وتعدي الكرة تومبو كده بالراحة خالص، وتعدي الكرة، ومرة تانية ضربة ساحقة ومحاولة من ندى وليد، ولكن نقطة للنادي الصيد. النقطة 9، نخلي بالنا من الدفاع عن الملعب، لازم تكون أسرع من كده عشان تنقذ الكرة من الوقوع في ملعب النادي الأهلي. إرسال نادي الصيد رقم 3 سامع عماد، استقبال وضربة ساحقة من تانية، ولكن حائط الصد الصيد كده تصدى ليها اهي أمام حضراتكم، طالعة تانية ومحاولة، لكن لازم يكون في دفاع أو تغطية على الضارب عشان ينقذ الكرة من نقطة خارج الملعب، ولكن جت في ايد تتانيا بوكان. تتانيا بوكان كده رقم 3، خطأ كده سهل وتعوض، والنتيجة 11 الصيد 14 النادي الاهلي. ارسال عن النادي الاهلي نادي الصيد، ارسال من اعلى رقم 3 سامع عماد، استقبال الاهلي، خطأ، في خطأ هنا، خطأ دوران المركز من لاعبات نادي الأهلي. الكابتن إبراهيم فخر الدين دار نفسه طبعا وشاور لندى وليد وقال لها المفروض انت تبقي في مركز 6، فانت تقدمتي فوقت مستقطع للنادي الأهلي، طلبه كابتن إبراهيم فخر الدين، وبرغم ان هو متقدم بفارق 3 نقاط، ولكن في خطأ اهو، بيقول لندى وليد اهو بيكلمها
انت كنت متقدمه عن اللاعبه اللي اماميه. تصحيح الاخطاء واجب، المهم ان احنا ما نكررش الخطا. وانتهى الوقت المستقطع بطلبه الكابتن ابراهيم فخر الدين. والارسال مع نادي الصيد 12 الصيد 14 الاهلي، فارق نقطتين، كنا فارق 4 5 نقاط، ولكن هنشوف الوقت اللي جاي هيحصل فيه ايه. استقبال النادي الاهلي، تاتانيا بوكان، اعداد دعاء خلفي تومبو، يلا نلعب الكوره بقى يا جماعه. قلنا لازم يكون في تغطيه على الضارب، طلع واحده طلعت ضربت، لاعيبه طلعت ضربت، لازم يكون رقم واحد اللي ورا رقم اثنين يطلع يغطي، او لاعيبه من مركز ثلاثه ومركز اربعه. الارسال مره ثانيه، فارق نقطه، الصيد 13 14 الاهلي، ومحاوله من مي غزال، ومره اخرى حائط صد ودفاع عن الملعب من مي غزال، ندى وليد وتتانيا وحائط صد خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 15 15 الاهلي 13 الصيد. بلاش بقى نضيع نقاط تاني كده، احنا ضيعنا 3 4 نقاط، فنخلي بالنا من النقاط القادمه. 15 الاهلي 13 الصيد، والارسال مع مي غزال. مي بتلعب ارسال من اعلى، استقبال، محاوله مره تانيه من ايه خالد، وبتطلع كده تنفرد بالكره، لا تصد ولا تراد، تسلم ايديك يا ايه. والنقطه 16 16 13، النادي الاهلي متقدم في الشوط الاول 20 25، الشوط الثاني 16 13، والارسال اعلى مع مي غزال، استقبال، اعداد من الصيد خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 17، رجعنا الفارق 4 نقاط مره ثانيه. وقت مستقطع طلبه دكتور ماجد مصطفى المدير الفني لنادي الصيد، والنتيجه تقدم النادي الاهلي 17 13، وامامنا كابتن ابراهيم فخر الدين وجهازه الفني كابتن محمود الوزير والكابتن محمد حسن ديمتري والدكتوره هدير وحيد واللواء ايهاب عبد المنعم وسيد ابراهيم اداري الفريق وياسمين محمد اخصائي العلاج. اهو كابتن ابراهيم بيتكلم مع تاتانيا وبيقول لها الضرب يكون بكلوه الايد ويكون باعلى نقطه او اعلى نقطه في الكوره عشان تتمكني من قوه الضربه وتجيبي منها نقطه. ده كلام او تفسير الكلام اللي كان بيقوله كابتن ابراهيم اعتقد يعني ذلك. مي على الارسال رقم 14 لعيبه النادي الاهلي، مي غزال، ارسال من اعلى، استقبال، الاعداد من الصيد، وضربه بتعدي كده الملعب الاهلي، وادي محاوله وحائط صد مره ثانيه، وادي مي غزال بتلعب لدعاء وشاطط مره ثانيه، راحت ملعب حائط الصد الناجح من لاعبتي الاهلي دعاء محمد وايه خالد، وبنجيب النقطه 18 18 الاهلي 13 الصيد. الاهلي مستواه الفني اعلى واحسن ببطولاته بانجازاته بلاعباته. الاهلي حقق بطولات كتير، منها 38 دوري عام، 35 كاس مصر، وبطولات الانديه العربيه 8 بطولات، وبطولات افريقيه كتير، 8 كؤوس افريقيه. نقطه للنادي الاهلي، النقطه 19، والارسال مع مي غزال. يلا يا مي، وشك حلو دايما لما بتمسك الارسال بتخلصي على الجيم، مش عايزين نحسدك، ان شاء الله تعدي الكره دي. ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال، الصيد، ضربه ساحقه كده من ايه خالد، لا تصاب ولا ترد، ونقطه، تسلم ايديك يا ايه. 20 النادي الاهلي 13 الصيد، اهي طالعه من اعلى نقطه وضربه. مي غزال على الارسال، وبنقول اهو مي على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، ومره ثانيه بتعدي الكره، ودفاع عن الملعب من تومبو، وادي مي وبتضرب خلفي مره ثانيه، استقبال من نادي الصيد، محاوله مره ثانيه من نادي الاهلي، تعدي دعاء الغباشي وضربه ساحقه من تانية، ولكن الكره ما زالت سجال بين الفريقين، وحائط صد من النادي الاهلي، وضربه ساحقه مره ثانيه خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي.
نقطه للنادي الاهلي، النقطه 20. الاهلي على الارسال 21، الاهلي مي غزال اهو زي ما انا قلت لحضراتكم 21 الاهلي 13 الصيد، والارسال مع مي، وادي مي على الارسال، وادي جماهير النادي الاهلي مستمتعه باللقاء، استقبال قوي، اعداد ومره ثانيه من ايا خالد ودعاء محمد ومحاوله، لا تاتش بلوك، تاتش بلوك ونقطه للنادي الصيد. كوره قويه ما جت في ايد لاعبه من حائط الصد وجت في ايد اللاعبه الخلفيه، ونقطه لنادي الصيد. الارسال مع نادي الصيد 14 الصيد 21 الاهلي، فارق 7 نقاط. شروق فؤاد اهي رقم 9 كابتن الفريق الاهلي بتشاور. اعداد يا بطل يا بطل يا دعاء، دعاء محمد رقم 20 وبتجيب النقطه 22، رقم 20 بيجيب النقطه 22 ورايحه على الارسال. دعاء معد، بسم الله ما شاء الله، نمسك الخشب، يلا يا دعاء. دعاء على الارسال من اعلى مع الوزن، استقبال مره ثانيه وضربة ساحقة وحائط صد ناجح ولكن خارج الملعب من تومبو وآية خالد. حائط صد في مركز 2 كده بالكرة، الزاوية بتاعت حائط الصد خارجة لبره سنة، فخلت الكرة تيجي بعرض الملعب وتخرج، تبقى نقطة على النادي الأهلي 15 الصيد 22 النادي الأهلي. الإرسال مع النادي الصيد، لعيبة نادي الصيد أهي بتلعب إرسال من أعلى، استقبال وحش كده من تتانية بيجي مع الجماهير هناك كده. ستاشر الصيد، ستاشر الصيد 22 نادي الاهلي، لعيبة نادي الصيد بتلعب الارسال من اعلى، استقبال كده من دعاء الغباشي ومحاولة من تومبو، بتعدي الكرة كده من المنطقة الخلفية مرة تانية، استقبال نادي وليد، اعداد دعاء محمد وضربة ساحقة سريعة من آية خالد. يا آية تسلم ايديك يا آية، ربنا يحرسك يا بنتي. 23 16 النادي الاهلي، آية خالد ممتاز، لاعبة ممتازة، مركز 3 وهي ومي غزال بيلعبوا ضربات سريعة من مركز 3. تتانية بكون على الإرسال، استقبال الصيد، إعداد مرة تانية، وأدي محاولة وحائط صد ولكن خارج الملعب من تومبو ومن آية خالد، ونقطة لنادي الصيد، النقطة 17 أهو، حائط الصد الزاوية كانت مفتوحة شوية فخرجت، كانت لو قفلت ايديها تومبو هترجع الكوره ملعب الصيد. في تغيير للنادي الاهلي اهو، نزلت ساره امير رقم 11 ضارب من مركز 4، اكيد هتبقى مكان يا اما دعاء الغباشي يا اما تتانيا، واضح ان هي نزلت مكان تتانيا بوكان، وهي فعلا مكان تتانيا بوكان رقم 3. ومحاولة مرة تانية من لاعبات النادي الأهلي ونقطة كده لنادي الصيد. نخلي بالنا بقى، نخلي بالنا، فاضل نقطتين وناخد الشوط ده عشان نقرب من الفوز بالمباراة. أهو بص بص اتأخرت قوي دعاء محمد رقم 20 في الدفاع أو في التغطية على حائط الصد. مرة تانية سارة أمين، يلا يا تومبو يا تومبو يا تومبو، بتجيب النقطة 24، رول يا تومبو المحترفة في صفوف النادي الأهلي، النقطة 24 للنادي الأهلي أهو، طالعة وضربة جت في حائط الصد وبتنزل ملعب الصيد 24 18، والإرسال مع النادي الأهلي، آية خالد يلا يا آية، آية بتلعب إرسال من أعلى، نقطة إيه أسود، نقطة 25 وينتهي الشوط الثاني 25 18 لصالح النادي الاهلي، ويتقدم النادي الاهلي 2 لا شيء، الشوط الاول 25 20 25 18، وان شاء الله راحه ما بين الشوطين وفاصل ونعود لحضراتكم مره اخرى في الشوط الثالث. مع حضراتكم من قناه النادي الاهلي لمتابعه مباراه الكره الطايره في الشوط الثالث بين فريقي النادي الاهلي ونادي الصيد في الدوري الممتاز انيسات، الجوله المؤجله او في المباراه المؤجله من الدور الاول
وتقدم النادي الاهلي في الشوطين الاول 20 25 20 25 18، والاهلي متصدر مجموعته برصيد 18 نقطه. بعد هذا اللقاء لو فاز هيبقى 21 نقطه ومتصدر مجموعته، فاز في كل لقاءاته 3-0 على وادي دجله وعلى الشمس وعلى ديلفي وعلى الاتحاد وعلى اصحاب الجياد وعلى الواي مسيحيه اسكندريه. الاهلي دائما صاحب البطولات، صاحب الانجازات، فريق الكره الطايره متصدر دائما، وله جولات وصولات في الكره الطايره في كاس مصر، في الدوري العام الممتاز الف، وبطوله افريقيا والبطوله العربيه. وادي ايدك على ايدك اليمين فريق، لو انت قاعد امام شاشه قناه النادي الاهلي، ادي على ايدك اليمين فريق النادي الصيد بزيه والفلينه الزرقاء والبنطلون الازرق، والنادي الاهلي على ايدك اليسار بالفلينه الحمراء والبنطلون الاسود. تمنياتنا بالتوفيق لفرقه الكره الطايره بالنادي الاهلي للسيدات بقياده القياده الفنيه الكابتن ابراهيم فخر الدين ومعاونه محمود الوزير. وهذه المباراه باينه في الشوط الثالث، والمحاوله من نادي الاهلي للحصول على النقطه الاولى، وفعلا حصل نادي الصيد على النقطه في خطا كده، ولكن النقطه الاولى النادي الصيد واحد الصيد ولا شيء الاهلي في الشوط الثالث، والاهلي متقدم الشوطين الاول والثاني، لسه ماسخ الناس في الشوط الثالث ولا ايه؟ يلا نفس التشكيل لاعبات النادي الاهلي هي دعاء ندى وليد رقم 2 ليبرو الفريق، و20 دعاء محمد معد الفريق، تانيا بوكان رقم 3 اهي اللي بتجيب النقطه على لما نطقت اسمها وبقول الاسماء، جابت نقطه التعادل اهي وطالعه من مركز 4 وبتضرب ضرب ساحق من فوق حائط الصد وبتجيب النقطه الاولى والتعادل في الشوط الاول. 1-1 مي غزال على الارسال رقم 14، هتلعب ارسال من اعلى استقبال خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه الثانيه. لاعبات النادي الاهلي اوروليا تومبو فرنسيه محترفه تلعب في مركز 2 رقم 5، وتتانيا بوكان رقم 3 محترفه من مونتينيجرو جبل الاسود، و آية خالد رقم 17، 20 دعاء محمد، ومي غزال رقم 14، وعلى الارسال والنتيجه 2 الاهلي 1 الصيد. الارسال مع الاهلي وضربه ساحقه ومحاوله والدفاع عن الملعب من دعاء محمد وضربه خلفيه وخطا على النادي الاهلي دبل من دعاء، والنقطه التعادل، نقطه التعادل لصالح نادي الصيد. 2 الصيد 2 الاهلي. بيدرب النادي الاهلي طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين مدير فني، وبيعاونه محمود الوزير ومحمد حسن ديمتري اخصائي تقني، هدير وحيد طبيب، ونقطة خارج الملعب، والنقطة الثالثة خطأ كده من لاعبات النادي الأهلي. 3 الصيد 2 الأهلي، والإرسال مع نادي الصيد. أدي اللعيبة رقم 13 من نادي الصيد رانيا خالد، إرسال من أعلى استقبال كده من دعاء ومحاولة لدفاع عن الملعب، وتعدي الكرة دعاء رقم 20 والارسال وكوره خارج الملعب ونقطه التعادل للنادي الاهلي. كوره كده اهو، ادي لاعبات النادي الاهلي بيحتفلوا بالنقطه اهي خارج الملعب ونقطه التعادل. 3-3 النادي الاهلي نادي الصيد، ودعاء محمد على الارسال رقم 20، هتلعب ارسال من اعلى مع الوزب معد الفريق الاساسي، تلعب ارسال من اعلى استقبال واداء ومن نادي الصيد ومحاوله من ايه خالد، دعاء اعداد خلفي لتومبو وبتجيب النقطة الثالثة، النقطة الرابعة يا تومبو، روليا تومبو، روليا تومبو المحترفة الفرنسية بتجيب النقطة الرابعة من مركز 2 وبتلعب الكرة فوق حائط الصد. خلي بالنا نهدي اللعب شوية، 4-4 الصيد 4 الأهلي 4، نادي الصيد بيمرنه أو بيقود القيادة الفنية الدكتور ماجد مصطفى، طبعا هو كان مدرب النادي الأهلي سابقا ولاعب النادي الأهلي في الكرة الطايرة كابتن أو دكتور ماجد مصطفى. حائط صد من نادي الصيد وتاتش بلوك ونقطة للنادي الأهلي، وانتقل إرسال للنادي الأهلي، 5 الأهلي 4 الصيد أهو، حائط صد من رقم 10 من لعبة نادي الصيد ندى وليد، تيتانيا بوكان على الارسال، ارسال من اعلى استقبال كده ومعبول كده فلوتر خلف الشبكه ومحاوله وخطا على نادي الصيد، الكره جت في عصا او الانتنه
تبقى خارج الملعب وتبقى نقطه ايه طالعه ايه اللاعيبه. بص اهي جت في الشبكه وخرجت بره الملعب. نقطه للنادي الاهلي، 6 الاهلي 4 الصيد. والاستقبال محاوله مره ثانيه، وادي ضربه ساحقه من نادي الصيد وحائط صد ناجح من النادي الاهلي وبيجيب النقطه السابعه. كل الامنيات بالشفاء لمعالي الوزير عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بعد الوعكه الصحيه التي تعرض لها واجرى عده عمليات. دايما يعني نقول ان شاء الله يعود مع الوزير عمرو فاروق الى عمله، لانه كان من الاوراق الفعاله في النادي الاهلي في مجلس الاداره من بدايته لما كان عضو مجلس اداره، وبعدين بقى بعد كده جه نائب رئيس النادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب. ارسال من تيتانيا بوكان والاهلي 7 الصيد 4. مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي امام شاشات قناه النادي الاهلي بين فريقي الاهلي والصيد امام حضراتكم. الاهلي بزيه الاحمر، الصيد بزي الازرق، والاهلي متقدم 8-5 في الشوط الثالث ومتقدم في الاشواط 2-0 20-25 20-18. والارسال مع نادي الصيد ندى وليد رقم 10. 5 الصيد 8 الاهلي، وارسال من اعلى استقبال كده من ندى وليد واعداد وضربه ساحقه من ايه خالد تلعبها بتيجي في لعيبه وتنزل ملعب الصيد والنقطه التاسعه. والارسال ينتقل الى النادي الاهلي. اهي ندى طلع ايه وتيجي في لاعيبه رقم 3 سامع عماد وتبقى تنزل ملعب نادي الصيد ونقطه للنادي الاهلي. وايه خالد على الارسال اهي رقم 17. ارسال قوي فعلا، استقبال محاوله مره ثانيه ونقطه لنادي الصيد على الخط، لمسه الخط. 6 الصيد 9 الاهلي، والارسال مع نادي الصيد برضو الف سلامه لكابتن وكابتن طارق انديل عضو مجلس الاداره لانه كان برضو عيان ويرجع بالشفاء العاجل ان شاء الله ويكتمل مجلس الاداره ان شاء الله للنادي الاهلي بعوده العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وطارق انديل عضو مجلس الاداره. كل الامنيات بالشفاء لهما ودعوات الجماهير الاهلاويه لهم للعودة إن شاء الله. تومبو روليا تومبو رقم 5 على الإرسال، بتلعب إرسال قوي كده ما لحقتش تجيبه. 15 إسراء بهنسي دفاع عن الملعب من الصيد ولكن خارج الملعب والنقطة 11 ويتقدم الأهلي 11-6. روليا تومبو رقم 5 على الإرسال مرة تانية. روليا هتلعب إرسال من أعلى، أدي روليا تومبو ونقطة إيس، نقطة 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 12 الأهلي وفرحة لاعبات النادي الأهلي بالنقطة. 12 الأهلي 6 الصيد دبل سكور، ونخلي بالنا وقت مستقطع طلبه الكابتن ماجد مصطفى المدير الفني لنادي الصيد لتصحيح أخطاء لاعباته. أدي أمامنا الكابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني للقلعة الحمراء ومع لاعباته، وأدي أهو كابتن إبراهيم فخر الدين وادي اللاعبات. نفس التشكيل اللي لعب بيه الثلاث اشواط، تغييرات بسيطه اذا كانت صار امين نزلت مكان تيتانيا بوكان، بس هو عايز يكسب الماتش لان هو طبعا نادي الصيد من الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي على الدوري وعلى الكاس. نقطه للنادي الاهلي و12 الاهلي 6 الصيد. واروليا تومب على ارسال رقم 5، هتلعب ارسال من اعلى، تلعب ارسال من اعلى مع الوزن، نقطة ايس ايس يا حلاوة، تسلم ايديك يا تومبو. اهي بص تيتانيا بتضربها كده بايديها سعيدة يعني بتقول لها برافو عليكي وبتشجعها. تومبو على الارسال 13 الاهلي 6 نادي الصيد. ارسال من اعلى تومبو، ارسال مع الوزن، ارسال قوي، نفس الارسال ونقطة خارج الملعب والنقطة 14. نقطة 14 تومبو، تسلم ايديك يا تومبو. 10 على 10 يا تومبو. ارسال من اعلى تومبو، روليا تومبو هتلعب ارسال من اعلى رقم 5 المحترفة الفرنسية في مركز تلعب في مركز 2 وحائط صد وضربة ساحقة من رقم 5 من نادي الصيد خارج الملعب والنقطة 15.
فرقنا بقى، بقينا 10 نقاط او 9 نقاط اهو، 15 الاهلي، 6 الصيد، 9 نقاط فارق او فرق في السكور لصالح النادي الاهلي. 15 6 ارسال من تومبو، ارسال قوي تاني بس خارج الملعب المره دي بقى، خارج الملعب تومبو المره دي، مره تسيب ومره تخيب، لا احنا اصابنا مرات كتيره. علي ارسال رقم 5، في حاجه في المدرجات، حد تعبان او حد حصل له حاجه، الجماهير ملمومه على احد، حد استقبال كده واعداد دعاء ومحاوله مره تانية، وادي الصيد بيلعب ضربه خلفيه قويه مره تانية، بتلعب تانية بوكان ودفاع عن الملعب، لا 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 الصيد بدا يظهر اهو، ومحاوله من ندى وليد لاعيبه النادي الاهلي، ولكن اهو في كرسي بيودوه لحد تقريبا، حد جاله حاله اغماء او حاجه من الجماهير او من الاحتياط. الارسال مع نادي الصيد رقم 5 على الارسال اهو، الاسعاف اهي، حد ارسال من اعلى، استقبال اعداد ومحاوله مره تانية من مي غزال ودعاء الغباشي، وضربه ساحقه ومره تانية من دفاع عن الملعب من ندى وليد، بسم الله ما شاء الله عليك يا ندى، ندى وليد ليبرو النادي الاهلي بتلعب كوره يعني، ونقطه للنادي الاهلي، كان فيها طلات تقريبا على الكره اللي عدت، ولكن هي الكره قد خلصت من دعاء الغباشي اهي، خلصت هم لحقوها، بس هي صفرت، كابتن منى المكاوي صفر عليها قبل ما تنزل، فممكن يكون في خطا على لاعبات نادي الصيد ومعترضين امام حضراتكم هم. 16 الاهلي 8 الصيد، دبل سكور، دعاء الغباشي رقم 4 لاعبه منتخب الشاطئيه الدرجه الاولى اهي، خدوا حد اهو كان تعبان اهو، خدوه واخدينه مدينه على الاسعاف، استقبال اعداد ومحاوله مره ثانيه، وحشه 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 من لاعبات نادي الصيد، والنقطه رقم 17. 17 الاهلي 8 الصيد، اقترب النادي الاهلي من الفوز بهذا الشوط وهذا اللقاء، وقت مستقطع طلبه كالدكتور ماجد مصطفى المدير الفني لنادي الصيد، ولاعب النادي الاهلي السابق وهو جهاز المعاون احمد سامح، دينا جوده، محمد بيوشي، جيلان فضل، هناء احمد للعلاج الطبيعي، وادي الكابتن مريم فخر الدين القياده الفنيه، ومعاه محمود الوزير مدرب عام، محمد حسن ديمتري اخصائي تقني، دكتوره هدير وحيد طبيبه، ايهاب عبد المنعم مدير الفريق، سيد ابراهيم اداري الفريق، ياسمين محمد اخصائي العلاج الطبيعي، وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن ماجد مصطفى المدير الفني لنادي الصيد، والنتيجه تقدم النادي الاهلي 17-8، والارسال مع النادي الاهلي دعاء الغباشي رقم 4. دعاء الارسال، ارسال من اعلى، استقبال اعداد مره ثانيه نادي الصيد، ومحاوله حائط صد، برافو مي غزال ودعاء محمد طالعين وقافلين ومضلمين الشبكه اهم، طالعين الاثنين اهم اهم، ورجعوا الكره الملعب النادي الصيد، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 18-8 18-8 وفارق 10 نقاط، نكسر العشرة بقى، ومحاولة مرة تانية وحائط صد ودفاع عن الملعب من الصيد، ضربة خلفية ومرة تانية نادي الصيد بيحاول وبيدافع، يلا يا تتانيا، نقطة نقطة تتانيا على النقطة 19، والضحكة والابتسامة وال يعني النقطة بعد النقطة الاحتفال بالنقطة اهي، بتسلم على زمايلها، والنقطة 19 الأهلي، والصيد 8، ودعاء الغباشي على الإرسال، استقبال بتعدي الكرة كده معدة فريق نادي الصيد، دعاء محمد بتلعب الكرة بيزرعها الأيسر وبتجيب النقطة 20 20 الأهلي 8 نادي الصيد، اهو امام حضراتكم اهي، على ارسال دعاء الغباشي رقم 4، احنا عندنا 2 دعاء في النادي الاهلي، دعاء محمد 20 ودعاء الغباشي رقم 4، وادي محاوله مره ثانيه ندى وليد لاعيبه النادي الاهلي، دعاء محمد وضربه ساحقه، ولكن في خطا على
حد من النادي الاهلي. منى مكاوي حسبها خطا على الاهلي والنقطه التاسعه لنادي الصيد. 9 الصيد 20 الاهلي. والارسال مع نادي الصيد رقم 15 اسراء بهنسي. هتلعب الكوره اسراء. استقبال النادي الاهلي تتانيا. اعداد دعاء وضربه ساحقه نقطه 21 من مي غزال. مي غزال نقطه 21 هيطلع سريع وضربه من مركز ثلاثه. هي وايه خالد بسم الله ما شاء الله عليهم في مركز ثلاثه سريع بيجيبوا نقاط مباشره. مي غزال على ارسال رقم 14 هتلعب ارسال من اعلى. مي بتلعب ارسال خارج الملعب يا مي خارج الملعب. 10 الصيد 21 الاهلي. ان شاء الله بكره يلتقي النادي الاهلي للرجال كره الطايره الرجال مع نادي الشمس في الدور الاول غدا في صاله النادي الاهلي. وبدايه الدور الثاني الاهلي هيلعب مع اصحاب الجياد يوم 4/12 دي فرقه السيدات. هذه نقطة للنادي الأهلي النقطة 22. والإرسال مع النادي الأهلي دعاء محمد دي اللي كان عليها مشاكل وكانت جاية النادي الأهلي من نادي الزمالك ومضت في الأهلي وتمت والحمد لله. مرة تانية ودفاع عن الملعب من دعاء. إعداد دعاء ضربة ساحقة من تومبو ودفاع عن الملعب من نادي الصيد وحائط صد كده ولازي من آية خالد وتتانيا بوكانو بيجيب النقطة 23 ويتقدم النادي الأهلي أهو طالع بص طالعين في التوقيت المناسب وفي الوقت المناسب وجابوا نقطة وفي عدم تغطية طبعا على الضارب من لاعبات نادي الصيد يبقى النقطة 23 للنادي الأهلي. دعاء محمد على الإرسال إرسال من أعلى استقبال إعداد نادي الصيد وضربة ساحقة كده بيجيب منها نقطة 11. يلا يا دعاء معلش يا دعاء دعاء محمد حاولت عليها ولكن خرجت خارج الملعب ونقطة لنادي الصيد. 11 الصيد 23 الأهلي. 3 على الإرسال سما عادل ومحاولة من سما تصعيب المهمة على النادي الأهلي ولكن الأهلي طبعا فاضل نقطتين ويفوز بهذا اللقاء وفعلا النقطة 24 فتانيا بوكان من مركز 2 وبتجيب النقطة 24 واقترب النادي الأهلي من الفوز باللقاء وبالشوط نقطة واحدة وينتهي هذا اللقاء لصالح النادي الأهلي. والإرسال مع النادي الأهلي تتانيا بوكان على الإرسال. تتانيا بتلعب إرسال ومحاولة والنقطة 25 وينتهي هذا الصوت هذا الشوط لصالح النادي الأهلي 25-11 ويفوز النادي الأهلي بهذا اللقاء ويتربع النادي الأهلي على مجموعته برصيد 21 نقطة بعد فوزه في 7 لقاءات على وادي دجلة على الشمس على الصيد على دلفي على الاتحاد على أصحاب الجياد على الواي مسيحية اسكندرية 3-0 لكل الفرق والأهلي يتصدر مجموعته ويفوز فريق كرة الطائرة النادي الأهلي. ألف مبروك لكابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني. ألف مبروك للاعبات. ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان حاضر بقيادة الكابتن محمود الخطيب وكابتن محمد الغزاوي وكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. ومبروك للنادي الأهلي الفوز والتصدر ومع تحياتي محدثكم دكتور مروان صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاءات أخرى.